افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة عضو مجلس دبي فعالية النسخة الثانية من مهرجان المرموم فيلم في الصحراء في محمية المرموم الصحراوية، والذي يستمر حتى 11 من ديسمبر الجاري، متضمنا عرض 27 فيلما روائيا و23 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز المشهد السينمائي المحلي ودعم ورعاية أصحاب المواهب الإبداعية، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وحاضنا للإبداع وملتقى للمواهب. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أهمية المهرجان باعتباره جزءا من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف دبي الثقافية في خلق حراك ثقافي واسع قادر على دعم وتعزيز اقتصاد دبي الإبداعي.